فرسان الإسلام قناة الرائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يأكل الجن؟ وأين ينامون؟ وما قصة إسلامهم؟ وما الأماكن التي يعيشون فيها؟ وما قصة العفريت الذي تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك وأكثر سوف نحكيه لكم في هذا الفيديو. قبل أن نبدأ، الرجاء منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك للفيديو، وجزاكم الله خيرا. لنبدأ معكم القصة. ذكر الله سبحانه وتعالى الجن في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وأنزل فيهم سورة كاملة باسمهم، سورة الجن. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الجن في أحاديث كثيرة. أولا، قصة إسلام أول الجن. جاء في رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف هؤلاء النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا والله هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فلما رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قوم، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله وحي السماء على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. أما عن حكاية العفريت الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. هذا ويؤمن المسلمون بأن الجن طوائف عديدة مثل الإنس تماما، فمنهم الصالحون ومنهم الطالحون، ومنهم العفاريت ومنهم الشياطين. قال الله تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والجن أنواع مختلفة، لكل نوع ميزات يتميز بها عن غيره، فهناك الجن الطيار والغواص والفحار وغير ذلك، كما ذكر في حياتهم مع نبي الله سليمان عليه السلام، والتي من خلالها أثبت الله لنا معشر الإنس ولهم معشر الجن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، أو من يوحي الله إليه ببعض الغيبية، وأن الجن لا دخل لها في علم الغيب. فالجن يستطيع التحليق، وقد كانوا يستمعون إلى السماء بإذن الله، فلا شيء يحدث دون إرادة الله ولحكمة من الله عز وجل.
وينقلون أخبار السماء إلى الكهنة ويضيفون عليها الكثير من الأكاذيب. فبعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حال الله بين الجن وبين خبر السماء، قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. صدق الله العظيم. أما عن مساكن الجن وطعامهم، فللجن أماكن ومساكن يعيشون فيها، مثل الأماكن المهجورة والصحراء والأماكن النجسة والمظلمة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام الجن، حيث قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، ثم انطلق رسول الله مع أصحابه فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وتأكل الجن والشياطين مع الإنسان إذا لم يذكر اسم الله تعالى على الطعام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. أما عن علاقة الجن مع الإنسان، فالكافرون من الجن يوسوسون إلى الإنسان ويزينون له المعاصي ويشككون الإنسان في الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. فعلى المسلم أن يكون دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى، فمن كان في كنف الله وحماه ورعايته حماه الله من شياطين الإنس والجن، هذا وإن كان هناك من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وإن كان هناك خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ونتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.